معظمهم رجال يلبس أئمة طاقية جلة شلوار وجبة حريم بيلبس على عهد الدولة العثمانية كمثل أسود شرشف. شرشف أسود بغطي كل جسمه لا يسحر جسم الحريم. طيب ما هي المدارس الخاصة بكم؟ مدارسهم بتبدأ مع سن 7 سنين، ما بدوش على أولادهم مدرسة حكومية، بعضهم نص مدرسة حكومية نص مدرستهم، بعضهم متفقين كده. معظمهم بتعلموا تعليم القرآن، بعد كده حفظ القرآن، بعد كده لغة عربي، بعد كده بيخصصوا على التفسير حديث وهكذا. يعني هم لديهم المدارس الخاصة بهم؟ خاصة. معظمهم منطقتنا 1000 شقة، شقة لهم مدرسة، وحواليهم في مدرسة مكتبة وكل حاجة موجودة محتاجة للمدرسة.